يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. يشرفني وينورني عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن ايمن الرمادي المدير الفني الجديد لنادي اسوان خلفا للكابتن ربيع ياسين. يا كابتن ايمن مشرف ومنور. اهلا وسهلا كابتن كريم، ازاي حضرتك؟ بمسي على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم بالف خير. الحمد لله على سلامتك مبدئيا كده، دايما كنا بنستمتع بيك في التحليل يا كابتن ايمن. حبيبي والله يا كابتن كريم انا اللي بستمتع بيكم دايما. اشكرك، ربنا يعزك يا رب. قول لي بقى، قول لي ازاي خدت القرار ده انك توافق على تدريب نادي اسوان، نادي محترم، اداره محترمه، ولكن الظروف يمكن صعبه شويه في اول ثلاث مباريات، ليه خدت قرارك انك ترجع مصر وتدرب فريق اسوان؟ والله يا استاذ كريم دايما الحقيقه اسوان دي في القلب، يعني انا يعني يمكن كلكم عارفين او عرفتوا ان انا لعبت في اسوان في وقت من الاوقات، كانت ايام جميله ولعبنا فيها نهائي كاس مصر، وكانت فعلا لو تعرف شعب اسوان قد ايه شعب طيب وودود وعنده كرم اخلاق كبيره جدا، تخلي الواحد دايما يبقى عنده حنين ان هو يشتغل في اسوان في يعني معاها ويبقى متواجد بين اهلها. يعني الحقيقه الفكره كلها ان انا كان عندي وقت من الاوقات كنت رافض فكره الرجوع لمصر بصوره كبيره جدا، مش رافض عشان حاجه، لا كان انت عارف كان دايما بنتخوف من موضوع الرزنامه وموضوع تنظيم الجداول والحاجات دي، ولكن ان الاوان ان احنا الحقيقه ان انا اشتغل في بلدي يعني، وده طبعا حاجه تسعدني كثيرا يعني. والصراع كان كبير جدا، صراع مع النفس ان انا كنت يعني كنت بقدم برنامج على احدى القنوات الرياضيه الكبيره جدا، فكانت الامر كان في صراع كبير جدا ما بين الحنين للرجوع ان انت تشتغل في بلدك، لان انا عمري ما اشتغلت في مصر، وما بين ان انت يعني تستمر هناك يعني. طبعا الاختيار دايما بيبقى توفيق رب العالمين، ودايما خيرة الله العبد خير من خيرة العبد لنفسه، فاعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هي تكون خطوة جيدة، واتمنى ان احنا ان انا اقدر يعني اساهم بشكل او باخر بنسبة يعني ان انا اساعدهم ان شاء الله ان هم يحققوا هدفهم ان شاء الله. طيب فترة التوقف دي اكيد مفيدة لحضرتك جدا عشان تشوف الفريق وتشوف اللاعبين وتقدر تحط طريقة لعبك وشغلك عشان عودة. فين فترة التوقف يا كابتن كريم؟ اللي احنا فيها دي. لا انا لسه بادئ اول يوم النهاردة. لسه بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هم طب كام يوم دول حلوين برضه يا كابتن ايمن؟ لا ما فيش كام يوم، هو احنا هنلعب بعد يوم 19. و19 ده يعني تقريبا كام، 5 ايام؟ خمس ايام ده عندنا كابتن ايمن بتبقى فتره توقف، انت بعد كده هتلعب كل 3 ايام. ده بس عشان جديد معانا شويه يا كابتن ايمن، بقالك كتير ما شفتناش. بص انا عايز اقول على حاجه. انا اتكلمت ده في الموضوع ده بصوره كبيره. انا عايزك حضرتك تجيب الخمس دوريات الكبرى في العالم، عشان كده بهمس في اذان اخواني. ما ينفعش الدوري يتضغط قبل الاسبوع السادس او الخامس، لا هنا لازم السادس. انت شوف الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الالماني، الدوري الفرنسي، مش هم دول الخمسه الكبار؟ صح. وكمان معاهم الدوري الهولندي، لان الدوري الهولندي السنه دي واخد اعتقد السنه اللي فاتت افضل اكتر عدد دقائق لعب الدوري الهولندي. اي دوري في الدنيا ما ينفعش يتضغط الا لما اللاعب يوصل للتوب فورم، عشان اللاعب يوصل للتوب فورم ويعدي من 4 لـ5 مباريات، وفي دولنا العربيه اللاعب ما بيوصلش للتوب فورم الا بعد 6 مباريات، لان ما ينفعش الدوري يتضغط. عشان كده انا اتمنى ان احنا نغير حكايه ضغط الدوري ده من بدري. انت بتقول لي كنت كل 3 ايام، 3 ايام ما فيهمش اي حاجه، اللاعب يعمل ريكفري وياخد جزئيات بسيطه. الحقيقه انا محتاج كنت محتاج ان انا كنا كان يبقى بدري شويه. على فكره انا اللي مخطئ في الموضوع ده، مش مخطئ انا، الظروف ما سمحتليش، هم الجماعه متواصلين معايا بقى لهم فتره، لكن ظروف ارتباطي مع احدى القنوات يعني
ما يعني كان صعب، كنت لازم اخلص امور هناك وحاجات كتيره، فانا الحقيقه ما كنتش اقدر اجي قبل كده يعني. على اي حال يعني عموما ان شاء الله باذن الله احنا نحاول ان الامور تستقر وان احنا نمشي خطوه خطوه، اتمنى ان احنا نوصل لهدفنا ان شاء الله. طيب انا سؤال جاي لحضرتك وهو سؤال يعني له علاقه بالمستقبل. انت شفت اسوان الفتره اللي فاتت كان الكابتن ربيع ياسين لعب 3 مباريات وبعد كده الامور انتهت بينه وبين نادي اسوان بالتراضي وبشكل محترم. مش قلقان انت الظروف اللي جايه ديت وانت راجل انا عارف انك محترف جدا، لا قدر الله في خسائر او نتائج قليله لاسوان، مش قلقان انه بسرعه ممكن علاقتك باسوان تنتهي؟ هل متفاهم مع اداره اسوان في هذا الامر؟ هل في عقد طويل الامد بينكم وبين بعض ولا الامور هتمشي ازاي؟ شوف خلينا واقعيين. انا عشت ضغوطات لمده 23 سنه. واعتقد الاخوه اللي يعني لو الاخوه اللي هم اللي كان اللي اشتغلوا في الخليج عارفين ان الضغوطات هناك اكبر بكتير جدا، لان انت بتواجه مدربين تصنيفاتهم كبيره جدا يعني. فالضغوطات كبيره جدا، وموضوع الاقاله ده بيبقى موضوع اسرع بكتير جدا من، فانا لا اخشى هذا ابدا ابدا يعني. ما عنديش انا الحكايه دي. لان طبيعه كره القدم هي لعبه مجازفه ولعبه فيها، فانا متفاهم الموضوع ده تماما. لكن الحقيقه الامر الهام في الموضوع ان انت لازم تبقى مؤمن بعملك وتأدي عملك. التوفيق بتاع رب العالمين، اتوفقت فالامور بتستقر. حصل حاجه، ده امر طبيعي ان 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 دايما الادارات بتدور على الافضل وعلى الاحسن. لكن الحقيقه ما بحطش انا دي في حساباتي ابدا ابدا، والا ما كنتش اشتغل، وكان الخوف دايما هو اللي يكون مسيطر. وانا الحمد لله رب العالمين في موضوع الرياضه وكره القدم يعني اصبحت يعني او مش اصبحت، انا طول عمري ما عنديش حته الخوف ابدا من الجزئيه دي. لان الحمد لله، ويمكن دي الحاجه اللي خلتني استمرت يعني. انا يمكن بفضل الله وحده انا المدرب الوحيد اللي استمريت في ناديين من انديه الامارات 5 سنين وست سنين، في نادي 5 وفي نادي 6. ودي من الحاجات اللي هي بسبب ان انا ما كنتش متحسس من حكايه اي اقاله، وكنت بشتغل شويه بجراه، ما عنديش الخوف من الجزء ده. لان دايما يعني ما لو حسبتها بالشكل ده دايما هيبقى في خوف، والخوف اكتر حاجه تفشل في كره القدم. صح، هي مساله الخوف يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن ايمن رمادي المدير الفني الجديد لنادي اسوان، بتمنى لك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نتمنى له التوفيق، نتمنى ايضا لنادي اسوان كل التوفيق.